السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مديرة. راح نشرح النهاردة تجميع الطبلون. خلوكم بسم الله. نبدأ. طبعا اللوحة كبيرة 60×40. ده الكرسي، ده الكراسي، وده النحاسات الباسبار. نعلم أولا، نأخذ المقاسات وبعد النحاسة طبعا نثبت الكراسي جيدا. نأخذ المسافات، المسافات بتاعنا عشان نركب الباسبارات، وبعد الباسبارات ندير له التلبيسة. نأخذ مسافات ضروري، المقاسات على الأطراف تكون متواحدة. ننزل جيدا، ناخد الناحية الثانية يكون نفس المقاسات. تمام، نجيب التراك نشوف بالأجناب كم. التراك تقريبا 6 سنتي. شبان نديره للتراك أول ستريتش. أيوة مظبوط. تمام، شوف المتر الكي الثاني، اتأكد من مسافتنا عشان نثبت جيد. نعلم الكرسي، الكراسي، نتأكد من حنا. اوكي تمام، نجيب النحاس نشوف ارضها كم عشان نربط عليه بالصوامل. 39. بعد نثبت الكراسي، بعد النحاسات ندير له عازل وندوه تسخين بالحوبر. تمام، نرجع نأكل التراك كم. 6 سنتي. تمام، 6 سنتي. تمام، ما هي ضايع. نثبت الكرسي، نعلم عليه عشان نقدر نثبت، نعلم نفري. تعال نرجع نأكد ضروري. نأكد منها. تسعة وثلاثين المتر، تسعة وثلاثين الفرقة الأولى. تمام، بس نعلم. نعلم عشان نقيس السنتر في النص، عشان نقدر نفرد نثبت الكرسي. نتأكد من الناحية التانية، كرسي الناحية التانية. تمام، برضو نعلم. هيا نتأكد انه يتحرك هذا الكرسي. تمام، نعلم. ما تنساش انت اذا كان جديد معنا ادعمنا باللايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس لكي تصلك كل جديد. ضروري واحد المسافات من فوق كل كله سوا ارتفاع. نسحب لك قدام شوية لأنه المسافة بتاع أقل. تمام، نرجع نتأكد من التاني هل هي سوا بعض.
اوكي مسافات نسوها تمام. علم الفريال في النص نثبته البرغي او الدادو اللي الثاني تمام. نحاول بالجنب تمام. يور متر نشوف مسافة قليلة نعلي هاك ربع 3 سنتي سنتي ونص هناك تاني 6 سنتي تمام. الثانية أرض سنتي ونص تمام كده نجيب التراب ونفري له. أيوة ده الشغل بعد جهزنا لك واختصرنا لك من الموضوع لأنه حيطول معنا. ده البسبارات ثبتناه وفريناه وديدنا له العزل عزل النحاس وثبتنا التراك بتاعنا وده المفتاح الرئيسي مفتاح الشانت 125 أمبير. ده الفازة الأولى الفازة الثانية الفازة الثالثة. ده النيوترون طبعا اللي هنا بالأسود حسب ده في جدول الناس يغطروا بيديروا الأزرق نيوترون الأسود فازة. ده الكونتاكتر ده العازل ده الإرسي ان شاء الله تعجبكم. ما تنساش اعمل اشتراك في القناة ودعمنا بسبسكرايب واللايك اذا فيديو عجبك وشير لاصحابك لكي يستفيد غيرك. شكرا تحياتي غديرة للمفتاح ان شاء الله تعجبكم. وايش رايكم تحياتي.